بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى متتبعي من داخل وخارج الوطن. سيداتي، اليوم عندنا وصفة البغرير. ها المقادير: سميد، موايا متوسط، بول كيما هاك واحدة، وهذه رافيع. ها عندنا ما بين حبة حتى لزوج حبات بيض، حبة ولا زوج كيما تبغي. هنا هادو، هذا هنا سكر 10 غرامات هكاك، هنا 20 غرام، 10 10، خميرة الخبز. هنا يا ملح، انتي والذوق نتاعك تملحي تنقصي. هنا خميرة الكيماوية مغرف، يعني ما بين 10 حتى 15 غرام. وهنا عندنا ماء دافي، هذا الماء دافي 1 لتر، ونشوفه نمر إلى التحضير. نضع هذا السامي المتوسط، والماء هذا نخلطوه، هو الأول. هذا وحدة نخلوه واحد 10 دقائق، ونعاودو نولع. ها هو نبلعو عليه ونخلوه. ها هو بعد ما نريح بضع دقائق، ها كيف نزيدو دوك هذاك الرافيع. هذا سكر، خميرة الخبز واحدة، زوج، الملح والبيضة والخميرة الكيماوية حتى من بعد نضيف الماء هنا. اللي عندها بيترا دير في بيترا، اللي عندها الفوي تخدم بالفوي، واللي عندها هذيك تبغى ميكسر تاني تخدم بها، ولا الباتير. زيد الماء، نزيدوا الحبة نتاع البيض، حبة زوج قد ما تحبي ديري ديري. نزيدوا الملح، ها هو زيدي شوية ماء. نزيدو خميرة الحلويات، ها هي، نزيدو شوية ماء.
دوقي الملح الا جا مخصوص زيدي. انا هذه الكميه اللي درتها هذا هو الملح اللي طلبته. نزيدوا الماء بروك نستعملوا البرا. هيا خليه يرتاح 10 دقائق ربع ساعة، كي تشوفي دار هذوك الفقاعات طيبيه. هيا من بعد نتلاقى. شوفي سيداتي كي جا البغرير نريح، ها هو خفيف دوك رانا نطيبو فيه. ها هو شوف درت وحدة دروك طيبيه على نار شويه قاويه. نزيدو واحد اخر زوج ما كانش بلاصه ما تقبلش. ديريه وترحمي عليا، ديري لي الاشتراك كاع اللي تفرج له. هيا هيا انا نكمل ندير لكم وحده نتاع نجربوا وحده نتاع تاع زبيب. قيسوا الزبيب هنا لداخل باش تجي شويه مديكوريا. ها المقله تاني تكون عندك مليحه ما تلصقش. دوك نجربو وحده اخرى. هذه نديكوروها بالزبيب. هذا الزبيب فورته باش ما يجيكش يابس. هي عندك لو شوا، عندك الاختيار، بغيتي ديريه في الاول ولا في التالي كيما هاك.
ما تقوليش غير درت الزبيب صايي ما يتقبليش، هو يتقب كاع، ما تخافيش من الزبيب. الزبيب ديريه ديكور، ها ديريه ديكور. الزبيب اللي بغيتي تعسليه وديري له السمن ولا الدهان، هذاك الدهان اللي طيبناه مع بعض مع العسل، هاي ديريه وهو يطيب الزبيب. ها الزبيب هذا منين يكون باغي يطيب نص طياب، ها في العجينه باش يلصق. ها أي أنا نكمل هادو ونعود نولي. سيداتي ملي تكوني طيبي فيهم دائما ديري لهم هذه السربيته هذه باش ما يعرقوش، ها باش ما يعرقولكش. ها شوف كي خرج ليه، ها هو هذا تاع الزبيب، هذا طاب معاه، وهادو الاخرين هادو نصبوهم عندكم الاختيار ما بين يا هذه قرفه قرفه ولا سيكوغلاس ولا تدردري عليهم الزبيب ولا الدهان والعسل. ها هذا دهان وعسل، هذا ديريه مع سيدتي. ها هو هذا اللي ما فيهش تزيين، ها هو، وهذا اللي درناه الزبيب. ها انت عندك الاختيار، هذا راه طاب مع الزبيب. ها هيا والى لقاء اخر، ما تنسوش الاشتراك الى وصفه واحده اخرى ان شاء الله.